نلف سريعا لتفاصيل اهم الاخبار ونبتديها من جريده الاهرام اللي قالت ان وافق التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على تجديد عقده مع الفريق واللي بينتهي بنهايه الموسم اللي جاي، وان هو بيفضل ان هو يفضل مع الفريق، وده طبعا حسب القرار النهائي للجهاز الفني. قالت كمان الاهرام ان مصادر خاصه قالت ان علي معلول ما عندوش اي مانع ان هو يمدد عقده مع النادي الاهلي لمده موسمين جديدين، وده هيحصل خلال الساعات اللي جايه او الايام اللي جايه عشان يتقفل الباب نهائيا عن اي مزايدات بتخص اللاعب التونسي واللي لقى راحته في القاهره بحسب تصريحاته. كمان الجمهورية قالت ان اصبح صلاح محسن لاعب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي قريب جدا من المشاركة مع الفريق في المباراة اللي جاية قصاد وادي دجلة بكرة يوم الاثنين في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز. اللاعب بقى جاهز خلاص للعب مع الفريق بعد ما تم شفائه بشكل نهائي من الاصابة في العضلة الضمة واللي اصيب بيها في مباراة المقاولين العرب الاخيرة واللي غاب بسببها حوالي 3 اسابيع. كمان سعد سمير كان جاهز للمشاركة في مباراة مصر المقصة، لكن الجهاز الفني فضل عدم التعجل باللعب بيه في المباراة عشان أكيد كانوا خايفين من تجدد الإصابة ومن الممكن أن هو يشارك في مباراة وادي دجلة. قال كمان طبيب